أحمد البطل شغال داخلين في الساعة الثانية. بسم الله ما شاء الله يا أحمد يا حبيبي بطل يا أحمد. عدينا ثلاث أربع مراكب طلعوا قبلينا بنص ساعة، علم مصر مرفرف ما بين إنجلترا وفرنسا. الحمد لله الحمد لله يا رب. وأحمد شغال كويس وزي الفل، دعواتكم ليه. الساعة الثالثة الساعة الثالثة دخلنا في الساعة الثالثة الساعة الثالثة، دعواتكم جميعا دعواتكم لإبن مصر البطل أحمد أسامة بيصارع الأمواج والتيار الشديد. وبسم الله ما شاء الله عليك يا أحمد بطل يا حبيبي بطل. الساعة الرابعة دلوقتي، بطمن الشعب المصري كله ابنكم أحمد أسامة شغال هايل إن شاء الله. في خلال بعد دي الساعة الرابعة لما نخلصها، بعديها بنص ساعة هنخش على حتة اسمها السبريشن زون، اللي هي اللي بتفصل ما بين فرنسا وانجلترا، وكده بقى وصلنا نص المسافة ودخلنا على طريق الخط الملاحي، والطيار يبقى معانا ينزلنا إن شاء الله على فرنسا على طول بإذن الله. يا ريت اللي سامعيني كلهم يفهموا كلامي. احنا دلوقتي الحمد لله الحمد لله داخلين على منتصف الطريق بالظبط في خلال ساعة ان شاء الله بإذن الله. ابننا هيحقق حلمه يا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله. يعني الساعة الثالثة والساعة الرابعة، واحنا قعدنا كام ساعة يا باشمهندس؟ 13 ساعة 59 دقيقة. الله أكبر. بطلنا المصري أحمد أسامة وهو طالب في الفرقة الرابعة كلية هندسة جامعة الدلتا، وطبعا معاه صانع النجوم بقى الكابتن خالد شلبي وهو وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش. يعني كابتن خالد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. حضرتك يعني كل شويه ايه الحمد لله، يعني كل تاخد معاك بطل مصري وتخليه يعبر بحر المانش. احمد انت الموضوع بدا ازاي؟ الموضوع بدا بعد ثانويه عامه. بعد ثانويه عامه طبعا مذاكره وكده، فده اثر يعني عليا كبدنيا وان انا اتمرن وكده ووزني زاد. انت كنت بتتدرب سباحه؟ انا كنت بتدرب سباحه. من صغري، من وانا عندي اربع سنين تقريبا. لغايه ما وصلت ثانويه عامه. بعد ثانويه عامه وقفت طبعا عشان المذاكره وكده. دخلت الكليه ولسه زي ما انا يعني مليان، ما فيش دماغي رياضه كده. بعدين حسيت بعد فتره كورونا بالظبط، حسيت ان دي مش حياتي، خصوصا ان انا ايه شايف يعني نماذج مثاليه زي كابتن محمد صلاح يعني كل المجالات كل الرياضات، فانا كنت حاسس ان دي مش حياتي اللي انا ربنا يعني حطني في الرياضه من صغري، فليه انا وقفت وكده. فبدات ان انا عايز اعمل حاجه جديده، حاجه الناس نسيتها، وفي السباحه الطويله اللي انا بحبها. لغايه ما كلمت كابتن خالد وصلت معاه قلت له انا حلم حياتي اللي انا اعبر المانش، نفسي اعمل المانش. كابتن خالد يعني كابتن خالد شلبي طبعا معروف عن يعني طبعا هو كان في مقدمه المصريين اللي عبروا المانش، يعني هو يعني كابتن خالد بالظبط يعني. فانا ما توقعتش ان كابتن خالد بصراحه اللي هو يعني يبص على المسج اللي انا بعتها له، اللي هو يعني كابتن خالد اكيد مش هيبص على المسج بتاعتي. وحصل عكس المتوقع تماما. كابتن خالد لقيته بيقول لي خلاص ان شاء الله تعالى مدينه الغردقه وعمل لك اختبار ان شاء الله لو نجحت فيه هتعبر بحر المانش. وفعلا رحت كابتن خالد مدينه الغردقه وعملت اختبار 6 ساعات متواصل في ميه ساقعه، كانت درجه حراره يعني كانت متراوح من 9 درجات مئويه لغايه 15 درجه مئويه. والحمد لله عملت الاختبار، وبعدين كابتن خالد بدا يحط لي البرنامج اللي انا عبر بيه المانش. يعني حضرتك طالب مجتهد لان هتدخل كليه هندسه، يعني مجموعه كان كام في الثانويه العامه؟ 90%. 90% ما شاء الله، 90% طبعا في الثانويه العامه الجديده دي حاجه كويسه جدا يعني. ازاي قدرت توفق ما بين البطوله هنا وما بين الدراسه؟ والله هو الموضوع وخاصه دراسه الهندسه يا جماعه من اصعب يعني اصعب الدراسات اللي في الدنيا، هندسه وطب يعني بالذات الهندسه اكتر كمان يعني. والله هو الموضوع كله اللي هو الفكره تظبيط مواعيد ونضحي بحاجات صغيره. تظبيط مواعيد اللي انا مثلا ابقى حاطط كده جدول اللي انا الصبح رايح الكليه، بعدين هرجع انام، هنزل اتمرن سباحه، بعدين جيم، بعدين في الاخر اشوف لو عندي شيتس او اي اسايمنت اعمله او اي حاجه دكتور طالبها، وفي نفس الوقت اذاكر المحاضره بتاعت النهارده. ممكن ابقى اضحي يعني بدل ما بخرج كل يوم، ممكن اضحي اللي انا بدل ما اخرج كل يوم اخرج مره في الاسبوع، بحيث اللي الجدول كله متظبط. ما ينفعش ان انا اسيب الدنيا كلها خروج وكده، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اسيب الدنيا كلها تعب، لازم يبقى في فاصل. تاني حاجه
ان المذاكره والرياضه الاثنين بيتجمعوا مع بعض. اللي يقول لا ده اللي بيذاكر ما ينفعش يبقى رياضي، ده مش الكلام ده، الاثنين بيكملوا بعض، والرياضه هي فعلا بتنشط العقل. كابتن خالد، ايه المواصفات اللي حضرتك بتشوفها في اكيد حضرتك بتقابل مئات يعني او الاف بيبقى عندهم حلم ان هم يعبروا بحر المانش، ايه المواصفات اللي حضرتك بتقول ده هكمل معاه وده لا؟ الطاعه العمياء، اول حاجه الطاعه العمياء للمدرب، عشان احنا في بحر مفتوح فاحنا بين ايدين ربنا، فلو ما كنتش تسمع كلامي وتاكد ناكد الجمل مع بعض في الميه مش هتعمل حاجه. فاهم حاجه الطاعه العمياء، الالتزام بمواعيد التدريب، حته ان انت تكون عندك هدف وتارجت، انت بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده عشان نفسك وعشان بلدك، ولا بتعمل ده عشان نفسك ولا شو اوف؟ فطبعا احمد كان من الناس اللي لينا اهداف معينه بنعملها مع بعض. نحن بنعمل الكلام ده لبلدنا علشان نرجع نحط مصر على خريطه السباحه الطويله في العالم من تاني، ونسترجع امجاد الناس العظام زي الكابتن عبد اللطيف ابو هيف والناس العظيمه اللي كان اسمها مكتوب لغايه دلوقتي في اوروبا وفي امريكا وفي كل حته في العالم. فاحمد كان نموذج شاب متعلم ملتزم، عارف هو بيعمل ايه، طاعه عمياء جميله بيسمع الكلام. ربنا كرمنا بيه 14 ساعه بدون توقف من غير ما يقول لي انا تعبان، متابعه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واحنا عايمين في الميه مصر كلها كانت ورانا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتشجع احمد من خلال الرساله بتوصلنا. طب معلش عاوز اسال حضرتك الاسئله اللي هي بقى بتاعت البيوت. اتفضل. 14 ساعه يعني ما بيقفش ما بيريحش؟ احنا شغلنا واحنا عايمين في الميه. احمد ابتدى الساعه 12 بالليل. 12 بالليل يعني مش شايفين قدامنا 2 متر في ايه. بين ايدين ربنا ما نعرفش ايه اللي هيقابلنا قدامنا. طب هو ما بيريحش في الميه اصلا؟ ممنوع يريح احمد. لما كان بياكل كنت بنزل له الاكل بسلكه بكوبايه، هو بيقلب على ظهره باك ويعوم بايد واحده ورجليه باك كرول، وياخد الكوبايه ياكل وبيشرب وهو بيعوم بايده الثانيه، ويقلب بسرعه علشان لو وقف في الميه التيار هياخده بعيد عن المركب. بس حضرتك سبقته يعني، حضرتك عملتها من كام سنه؟ انا عملتها سنه 83. عملت 16 ساعه 22 دقيقه بدون توقف. الحمد لله. وكنت برضه زي وكنت زي يعني وقت الاكل كنت بتعوم باك ويعني وقت ما حضرتك كنت بتاكل او بتشرب كنت باكل بعوم باك، بعوم برجليا بس لان ايدي اليمين الثانيه ما بتتحركش خالص في الميه. يعني كنت اول واحد في العالم يعوم بايد واحده. والحمد لله كلها كانت ربنا صدقني، يعني اللي اقول لك انا بطل وجوي وقوي وجامد. لا طب حضرتك بطل وقوي وجامد واقوى انت بتعمل اللي عليك، بس لازم تسلم امرك لله في كل حاجه. الحمد لله. يعني اكيد احمد انت مقتنع انه الكابتن بتاعك بطل اقوى منك واقوى مننا كلنا طبعا. يعني ربنا يعني اسطوره يعني من قبل ما انا كابتن خالد يمرني وانا عارف ده اللي هو كابتن خالد هو اسطوره المنش، وفعلا هم اتلقب من الاجانب يعني مش المصريين. شايفين ده الكابتن خالد بيعوم، ده الفيديو ده فين يا كابتن؟ ده برضك انا في دخله فرنسا. انا كنت نازل الميه عشان اشجع احمد. تشجعه. فلازم تبعد مسافه 3 متر بينك وبينه عشان يحس ان انا معاه، فوق المركب وتحت المركب، ما بسيبش ولادي ورا ابني لغايه ما يوصل الناحيه الثانيه ويرفع علم مصر. ساعتها كده نقول الحمد لله عملنا اللي علينا، شكرا للدكتور اشرف صبحي اللي دعمنا واللي وقف ورانا. ترفع علم بلدك على بلد غريبه، ده انا بالنسبه لي انتصار. بعتبره انتصار كبير قوي بالنسبه لي، وبتشبع حاجات جوايا كمواطن مصري يعني الحمد لله. حضرتك يا احمد لما 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 قررت انك تخوض التجربه دي كان هدفك ايه؟ والله انا كان هدفي اولا السباحه الطويله ما عادتش يعني معروفه، يكاد يكون الاجيال اللي هي دلوقتي مش عارفه ايه المانش. صح. فده يعني ده زعلني. انا يعني انا شخصيا في تانية اعدادي او ثالثه اعدادي تقريبا مش فاكر درست اللي هم الابطال اللي عبروا المانش وعارفهم، فازاي دلوقتي الجيل مش احنا يعني لما كان حد بيعبر المانش كنا كان بي بي بت يعني التلفزيونات كلها تشتغل، كنا بنعمله استقبال في المطار. بالظبط. دلوقتي الموضوع ما عادش موجود. فانا يعني ده من الحاجات اللي خلتني اللي انا نفسي ارجع الموضوع تاني، هو ليه المانش اتلغى؟ هو انا سجلت فكرت اللي فعلا المانش اتلغى، ما عادش في حاجه اسمها مانش. لغايه ما اتوصلت مع كابتن خالد وفهمت اللي فهمت اللي لا في المانش ولسه، وكابتن خالد نفسه يرجع المانش تاني مصر، فانا اتحمست طبعا. 14 ساعه سباحه متواصله دي يعني لما كنت بتتعب كنت بتعمل ايه؟ انا يعني انا كنت اما هو يعني الموضوع كله بصراحه كان مع ربنا ومش مركز في حاجه غير اللي انا مع ربنا سبحانه وتعالى عشان هو اللي هيوصلني. ف يعني ده ممكن يعني هو ده اللي بيخلينا ننسى التعب، يعني مش كلام والله، بس هي فعلا ايمان بربنا ده هو نقول 99% من النجاح. ال1% ممكن السبب اللي هو التمرين.
انت ممكن وانت عايم لو جالك شويه برد هتطلع من الميه، لو جالك شد عضلي هتطلع من الميه. طب هو لو لعيب جاله شد عضلي بتفشل التجربه؟ مفيش، هيستحمل ويدوس على نفسه. احنا كنا مشغلين قران طول المسافه واحنا عايمين، مشغلين قران مع احمد وعمال بدعي له، فالحمد لله دي كانت نصره من ربنا قبل اي حاجه الحمد لله يعني. انا عارف ان في بعض السباحين وهم بيعوموا حتى على ظهرهم بيصلوا يعني بيعملوا ده يعني. ده انا في سنه 83 حضرتك عملت كده؟ اه كلها ربنا يعني. انا كنت حاطط في دماغي بيقولوا لي انت عملت كده بقوتك وارادتك، قلت لهم انا مصري مسلم كنت بقرا طول الوقت قران، دي الحاجه الوحيده اللي نفعتني، انا مش بطل، انا انسان زيكم عادي جدا جدا، بس عندنا تارجت وعندنا هدف بلدنا وديننا واحترامنا لعالم بلدنا. ده كانت من سنه 83 واحنا بنشتغل على كده. استقبال بقى الاعلام الاجنبي للموضوع كان عامل ازاي مع احمد طبعا حاجه جميله ان انا حطينا مصر على خريطه انجلترا في المنش في ثلاث ايفنتات دوليه. يعني احنا من شهر 7 كانت معايا سباح اسمه وائل الغرباوي 57 سنه حب يعمل المحاوله، وطلعت معاه ووقفت في ظهره 4 ساعات في الميه هناك، ربنا ما كرموش لان البحر قلب عليه. بس كانت بدايه نحط علم مصر من جديد على الساحه هناك في انجلترا، بالذات في حته غبنا عنها 40 سنه. تاني حاجه كانت التتابع اللي كان ميكس ما بين الالمان والمصريين واحمد، وعملنا ورفعنا علم مصر هناك بالتتابع من 6، وانا نزلت عمت معاهم في الاخر عشان اكمل التتابع. وبعدين بقى احمد كمان في شهر 9 في سبتمبر بالنجاح بتاعه ده، الناس هناك اللوكال بقى الناس المدينة نفسها والناس احساسهم بان في مصريين بيعملوا حاجة، المصريين موجودين، المصريين بيرجعوا، ابتدوا يفتكروا ابو هيف، ابتدوا يفتكروا الناس القديمة بتاعتنا، الناس حتى اللي بتبيع اكل في الشارع، المصريين عاملين ستروك ايجيبت اللي هي ضربة سباحة من اجل مصر. يعني احنا رايحين لنا هدف، حتى اسم المنظمة اللي انا عاملها اللي هي الوكالة مش عاملها يا خالد شلبي، لا خالد شلبي ده اسم لوحده ملوش علاقة، لكن اسم ستروك ايجيبت ضربة سباحة من اجل مصر، علشان الناس كلها تعرف ان احنا كلنا جايين نشتغل لبلدنا. صح، الحمد لله. عمرك كنت تتخيل يا احمد انه بعد ربنا موفقك في تجربة عبور بحر المانش انه تقف قدام رئيس الجمهورية وتتكرم؟ بصراحة لا بصراحة ولا يعني، حتى لما كرمت دكتور أشرف أنا ما توقعش إن أنا أكرم دكتور أشرف كمان. يعني بس هو فعلا الموضوع كان من البداية، دكتور أشرف بصراحة كان معايا من أول الاختبارات. يعني دي حاجة من أول هنا أنا ما كنتش مصدق، بدأت فعلا أحس إن أنا في حلم مش في حقيقة بصراحة. وبعدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ست الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمني، يعني أنا لغاية اللحظة دي مش مصدق، بعد السيناريو من الأول والله في دماغي. قول لي بقى والدك ووالدتك استقبلوا الخبر ازاي؟ هم عرفوا ان انت هتقف قدام رئيس الجمهوريه وسوق قال لك تقول له ايه كده؟ قول. والله هو بابا، هو الفكره ايه يعني بابا نفسه يعني بقول له بابا انا ان شاء الله عندي تكريم من رئيس الجمهوريه، فبابا بصراحه نفسه قال لي ما صدقش رئيس الجمهوريه انت بتضحك عليا رئيس جمهوريه مين؟ قلت له والله بهزر، والله ما بهزر، ان شاء الله عندي تكريم من سياده الرئيس ان شاء الله يوم الخميس. قال لي يا ابني متاكد؟ قلت له والله بابا متاكد. قال لي خلاص تمام، ربنا معاك، عايزك ان شاء الله يعني تبقى واقف بثقه، ما توترش سياده الرئيس، يعني هو جاي دعمك، مش جاي لي يعني، مش موضوع اللي انت تتخض، وسيبها لله. وفي نفس الوقت هو طبعا بابا كان مبسوط جدا من التكريم، يعني الحمد لله. دي اكبر جائزه للاب والام في الدنيا طبعا طبعا كابتن خالد. يعني طبعًا. يعني والدتك بقى؟ والدتي، لا والدتي بصراحه بكت. انا دايما بتكلم على الاب والام لان هم الابطال الحقيقيين في كل قصه يعني. طبعا صح، محدش يعني هم الابطال، احنا كلنا يعني ادوار تانية، لكن هو البطل الحقيقي هو الاب والام لان هم اللي بيتعبوا وبيشقوا. اكيد مامتي دي كانت بالزبط. بتروح معاك التدريبات لما ده حقيقة. أنا لا لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي يعني انا مجرد اللي نزلت نفذت الايفنت او اللي نزلت عمت، بس في اللي هي الحاجات اللي ورا الكواليس، ماما اللي هي بتيجي معايا بتعب، تصحى معايا من 6 الصبح تيجي معايا تمرين طبعا. بابا طبعا العاب السباحه وكده بتبقى مكلفه جدا، فبابا اللي هو كان بيتحمل مصاريفه، في حاجات كان بيجي على نفسه فيها علشان ايه يقدر يوفر لي العوامل اللي انا ابقى مركز فيها على التمرين. فهم دول يعني بصراحه بابا جه على نفسه في ايه؟ قول لي. اولا ماديا بابا ماديا كان الموضوع كان فيه ستريس، او في السباحه عامه من قبل فكره الماتش كان بابا بيصرف عليا في تكلفه عاليه كمان.
يعني دي من اصعب الحاجات اللي واجهت بابا. في نفس الوقت الجو اللي حوالين والدي ووالدتي اللي هي الناس اللي حواليهم السباحه، مين السباحه ما بتاكلش عيش زي ما بيقولوا. الرياضات يعني هو يركز مستقبله، المهم ايه، طب ما ينزل يشوف شغل احسن. يعني كلام انتقادات كده دي برضو حطت بابا وما في ستريس اللي هو ريسك عالي قوي. بس الحمد لله بالتعب والمجهود، ومجهودهم كمان اللي هو يعني كان جامد قوي قبل مجهودي، يعني الحمد لله ربنا كرمنا. انت اصلك من بورسعيد؟ ها، من بورسعيد. انت عايش في بورسعيد ولا عايش في الدلتا؟ يعني عايش فين؟ انا عايش قاعد في محافظه بورسعيد، او عايش في محافظه بورسعيد، بس انا جامعتي جامعه الدلتا، ويعني يعني حاليا الخمس سنين بتوع هندسه اللي انا فيهم قاعد هناك، يعني يعتبر عشان الدراسه وكده ومشروع التخرج. فانا ما بين بورسعيد وجامعه الدلتا. مفيش نجاح بيتقطع يا كابتن خالد، يعني هو لو حضرتك تاخد بالك انه احمد زي ما هو ناجح في المذاكره ناجح في الرياضه، ما عمرها ما تعكس، يعني صح؟ لا طبعا طبعا. اللي بيذاكر وعايز يعمل حاجه وعايز يوصل هيشتغل على نفسه وهياخد من وقته وهيوضب نفسه ويوصل للهدف بتاعه. تكريم اللي حصل مع سياده الرئيس دي، احنا ما كناش متوقعين حاجه زي كده. يعني احنا فوجئنا كلنا. انا احمد بيسالني بيقول لي كابتن خالد تيجي معايا ولا بابا؟ قلت له يا حبيبي بابا. بابا هو اللي يحضر معاك، وبابا هو اللي يجي معاك، لان بابا هو الاساسي. وحضرتك برضه والده، يعني طبعا طبعا انا والده الثاني، بس والده اللي تعب وشقي عليه ووقف وراه ودفع من جيبه ووقف عشان خاطر ابنه يقف على حيله ويقف قدام سياده الرئيس، دي حاجه كبيره. الحمد لله الحمد لله. فجبر للخواطر ربنا يبارك له، كتر خيره طبعا، يعني الحمد لله. انا متخيل طبعا احساس والده، حضرتك طبعا والد وعارف طبعًا. انه الاب لما بيشوف ابنه كده دي بتبقى اكبر مكافاه وجائزه، صح؟ طبعا طبعا، يعني دي حياه ولو في ايدي والله حاجه اكبر من كده اقدمها لوالدي ووالدتي طبعا. يا رب. احنا انبسطنا امبارح من حاجه ثانيه يا استاذ احمد بعد اذنك. الصوره سياده الرئيس ما كرمش الاولاد وبس، لا ده كرم كمان الفريق بتاع الكابيتانو اللي هو معمول الاولاد بتوع كره القدم. كان نفسنا يبقى مشروع الكابيتانو ده لذوي الهمم، للاصحاء، لكل الالعاب الرياضيه. هيبقى عندنا ألف محمد صلاح في كل لعبه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خلينا نشوف بقى اسعد لحظه في حياتك بقى، لحظه الوصول دي بالنسبه لك دي، ها اللي هو بقى ايه كابتن خالد ايله على قلبه. أيوه. وحضرتك قاعد يعني ايه بتقول يا رب اهو زقها معانا، اللحظه اللي ما صدقتش اصلا فيها. تعالوا نشوف مع بعض. حماد علي، حماد از ان ايجيبشن سويمر with the boat half in there. I lost Eric Hartley, my friend Eric, a great pilot. Yes, well done, Ahmed. Yes. Yes. وران الجسم بيتحرك بس مش عارف هو ايه ده. طب هنا بقى احنا بنتكلم 14 ساعه جوه الميه، طبعا انت تقريبا يعني مع فرق الجاذبيه وفرق الضغط انت مش عارف الفرق بين الميه وبين فوق الميه دلوقتي، ولازم يعني يطلع يمشي ثلاث خطوات عشان تبقى المحاوله صحيحه. ثلاث خطوات لازم يمشي يطلع ثلاث خطوات بره الميه. انا شايف يا عيني انت بص بتشاوب بتشيل لغايه دلوقتي التايمر ما وقفش، لازم اطلع بره الميه تماما علشان ثلاث خطوات التايمر يقف. وقعت امتى بقى اترمت يعني في الاخر؟ سبحان الله، دي اول وقعه، لسه في وقعه. اقول وقعت امتى؟ وقع لا بس فعلا انا رجلي ما كنتش حاسس بيها، يعني اللي هو كان ما فيش رجل. وقعدت ثلاث ايام بعد المحاوله كده ما بقفش خالص. والدك والدتك ما كانوش معاك صح ولا لا؟ كانوش معاك، وده طبعا صعب الامر يا كابتن. طبعا على المركب ما حدش يستحمل 14 ساعه في بحر مفتوح على ظهر المركب، السي سيكنس دوار البحر قلبت المركب نفسها. احمد وهو في الميه لما كنت بحب افوقه بقول له انا معايا مامتك على التليفون يا احمد. مامتك بتدعي لك يا حبيبي. انا كنت بفتح الخط على بورسعيد ساعتها وفعلا كنت بتكلم مامته، وكنت بكلم مامته واسمعها صوت وهو في الميه واعمل له تليفون كده يا احمد مامتك مستنياك. شايفين الكابتن الله لازم واشرف صبح، الدكتور اشرف صبح الله يبارك له، قلت له يا حبيبي يا محظوظ ده الوزير نفسه بيكلمك بيطمن عليك. الراجل بيكلمني بيقول لي الهيلث اند سيفتي يا خالد، سلامه الولد اهم حاجه، مش مهم عندي يوصل بس اهم حاجه هو كويس. ولو دكتور اشرف تمام كتر خيرك ربنا يخليك لينا، مكالمتك هايله بالنسبه لنا. دي مصر بقى طبعا، دي مصر اللي بتحب بعضها كلها فعلا. ان شاء الله بقى باذن الله كده ايه يعني كابري نابولي السنه الجايه ان شاء الله. انت ناوي في ست بحار تانية، انت خلصت البحر الاولاني؟ البحر الاولاني لسه في سته تانيين. عندنا ايه بقى تاني ان شاء الله؟ عند اول حاجه في كابري نابولي 7/7 ان شاء الله اللي جاي باذن الله. بعدين في اليابان، في استراليا، في اللي هم الست بحور كلهم، في كندا في لوكسان جون، في كندا كمان
وفي الولايات المتحده برضو. فهم يعني فدول ان شاء الله التارجت اللي انا بلعب عليهم زي ما وعدت يعني الناس كلها. سبع بحار ان شاء الله. الرئيس برضه انا وعدت ان شاء الله اخلص السبع بحور. لا هتخلص والله. وعايزينك توقع بقى سياده الرئيس على قد السلام اللي خدته. توقع سياده الرئيس من السنه الجايه سياده الرئيس لازم يتنفذ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني. وتوعدنا ايه بقى في الهندسه؟ الهندسه انا ان شاء الله اخر ترم يعني ان شاء الله اتخرج بجيد جدا مرتفع يا رب. وان شاء الله يعني ادي عملي كمهندس يعني. انت عاوز تكمل في المجال الاكاديمي يعني تاخد الماجستير والدكتوراه ولا هتدخل بقى تنزل تشمر وتشتغل بايدك؟ والله يعني انا نفسي اخد الماجستير يعني كشهاده وفي نفس الوقت انزل سوق العمل عشان انا اخترت ان انا اخترت عشان كده اخترت مدني. انت عارف مدني هو مدني هو الفرع الاساسي اللي بيشتغل في كل حاجه فانت حاطط ايدك في اي حاجه. الحمد لله. ربنا يكرمك يا احمد وانت يعني ولد صالح وربنا يخليك. وبشكرك جدا كابتن خالد كل يوم كده تدينا هديه وكل يوم تهدي مصر. ربنا يخليك يا فندم. ده شرف لينا طبعا. شرف يعني. شكرا جدا ليكم. كتر خيرك. الفقره اللي جايه برضو بطوله اخرى هنشوف جزء منها ونكمل مع بعض كلامنا.